السلام عليكم. انتشلت صبيحة أمس الثلاثاء عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وادي تغيا بولاية معسكر جثة امرأة من بركمائية، وتبلغ الضحية من العمر 44 سنة، حيث وجدت في بركمائية بمجرى الواد والذي يمر بوسط مدينة وادي تغيا، وتم نقل الضحية إلى مصعد حفظ الجثث بمستشفى دالي عبد القادر بغريس. وقالت الحماية المدنية لولاية معسكر على صفحتها بالفيسبوك: تدخلت مصالحنا ممثلة في وحدة وادي تغيا من أجل انتشال امرأة تبلغ من العمر 44 سنة، وتم نقلها إلى مصعد حفظ الجثث، وتعمل المصالح الأمنية على تحقيق في هذه الحادثة والتي تبقى أسبابها مجهولة لحد الساعة. إنا لله وإنا إليه راجعون.